صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم الأخذ من اللحية؟ لا يجوز يا أخي. اللحية وش اللي مسلطك عليها؟ وهي عضو من أعضائك وجمال لك وفارقة بينك وبين النساء. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتوفيرها وإكرامها وإرسالها وإرخائها، فيجب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا تنظر إلى الذين شغفوا بالمخالفة والمعصية والشيطان زين لهم ذلك فثقلت عليهم اللحى وثقل عليهم العمل بالسنة، فلا تنظر إلى هؤلاء، انظر إلى من ينفذ سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ويعمل بها، وستكون اللحية جمالا لك وبهاء لك. نعم.